مساء الخير. شهر مر على آخر اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني ببلد بحاجة لقرارات حكومية فعالة وانتظام بعمل السلطة التنفيذية للبدء بمسار الإنقاذ، المعالجة الحقيقية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية معلقة بسبب التعطيل يلي بلش بمطلب إقالة قاضي التحقيق طارق البيطار ووصل إلى أزمة العلاقات اللبنانية الخليجية. بيوت الناس حرفياً انخربت بالداخل وبالخارج، وصبر اللبنانيين نفذ. تراكم الأزمات أظهر تراكم بمقومات الصراع على الهوية اللبنانية، تحديداً لجهة السياسة الخارجية. هوية لبنان وسياسته الخارجية ملف منبحثه بالحلقة الأخيرة من هيك صار مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد ميشيل سليمان. أهلا وسهلا فيك فخامة الرئيس. أهلا وسهلا، الله معك. شكرا على الاستضافة. يا أهلا يا أهلا فيك. قبل ما يبدأ حوارنا رح نبقى مع الشباب اللبناني يلي جاوب على سؤال الحلقة، كيف يجب أن تكون علاقة لبنان بالخارج؟ منتابع سوا. بآمن بشغلة واحدة، أنه ما لازم يكون البلد متوجه على محور معين أو مع طرف معين، لازم يكون يعني متفتحين على كل الدول بما يهم مصلحة هالبلد يعني ومواطنينا. علاقة دبلوماسية وطبيعية مثل أي بلد، يعني يكون في ود واحترام، أكيد ما حدا يفرض شيء علينا، ونحن كمان نحترم الدول العربية لأنه ما شفنا منهم إلا كل خير. السياسة الخارجية لازم يعني كسياسيين كدورهم يدوروا مصلحة هيدا البلد وشعبه، عشان انت لما تاخد قرار انت مش عم تاخد قرار عن نفسك، انت عم تاخد قرار عن نحن شو بنطلع 23 مليون لبناني، عم بحكي بلبنان وبرا لبنان، ونحن في كتير لبني يعني شو بيطلعوا اللبنانيين اللي هون 4 مليون 3 ارباعنا برا. انت لما تأذي علاقاتنا برا عم تأذي اهلنا وعم تأذي يعني اهلك. فخامة الرئيس، ابرز ما جاء باعلان بعبدة عام 2012 تحييد لبنان عن صراع المحاور، عن التوترات الخارجية وعن التدخلات الخارجية ايضا. اين لبنان اليوم من كل ما ورد في اعلان بعبدة؟ الحقيقة الموضوع الاساسي اللي كان بالحوار عم يبحث من 2006 على بمجلس النيابة برعاية الرئيس بري بحينه هو انه الاستراتيجية الدفاعية، نحكى عن السلاح الفلسطيني وكله اتخذ فيه قرارات والانتخاب، انه الانتخاب كل شيء قالوا بعد فيه فقط الاستراتيجية الدفاعية. من بداية عهدي حتى من بداية خطاب القسم بلشت اني احكي بالاستراتيجية الدفاعية من اجل حفظ إنجازات المقاومة وعدم تضييعها بالشارع مثل ما صاير هلأ بالوقت الحالي. كان ضروري لحتى نبلش نحط الاستراتيجية، كنا على مدى سنتين عم نتناقش بالاستراتيجيات تبع الأفريقية، كان من الضروري نحط إطار سياسي للاستراتيجية على أساس استراتيجية عسكرية، إطار سياسي هو إطار إعلان بعبدة اللي حطينا فيه تحييد لبنان عن الصراعات وإقفال الحدود، ضبط الحدود وعدم جعل لبنان ممر للمسلحين والأسلحة بالاتجاهين بعدة اتجاهات، يعني طبعا مع العدو وأكيد مع جارتنا سوريا. هذا الاتفاق وصلنا له لمن تفاقمت الأزمة بسوريا، وكانوا الجميع بحاجة له، حتى الفريق اللي رافضه اليوم كان بحاجة لهذا الاتفاق. ليه؟ لأنه أصبح في شباب بلشت أقلية بلشت تروح تساعد المعارضة السورية اللي نشأت، تنضموا لها وصار في إطلاع عنه إلى آخره، وفي كلام عن بدء توريد سلاح لهم إلى آخره. كان هذا القرار بحينه مطلب الجميع أنه هيك على أساس بيتوقف كل شيء ولبنان ما بيتدخل، وإذ فوجئنا بعد ما أقرينا بشهرين ثلاثة وبعد ما اطرحنا بأحد الجلسات الاستراتيجية الدفاعية وبعتنا الإعلان على أمم متحدة ودول العربية وتبنوه وصف عندهم مرجعية مثل مرجعية مدريد بالنسبة لفلسطين، إذ أنه بينقلبوا عليه وبصبح الموقف غير شكل. هون يا عم بقول فرصة كبيرة فقدناها من 2012 لهلأ
12 سنين بدك تعتبر، فقدنا 10 سنين من فرص لمعالجة الوضع اللبناني. للأسف أتمنى أنه يعودوا له تحييد لبنان أو حياد لبنان مثل ما عم بيطرحوا البطرك. مين بتحمل المسؤولية اليوم بالخروج أو بإسقاط إعلان بعبدة؟ الحزب الله هو الذي خرج. طبعا اجي تعليمات او رسم دور له دون ان يبرر ذلك، تراجع عن اعلان بعبده دون ان يبرر ذلك، وهذا الامر هو اسوأ شيء. لو برر ذلك بامر معين بحينه مستجد، اوكي، اجي القرار من السياسه الايرانيه اللي حكيت علنا بلبنان جبهه مع اسرائيل، ومع وتبين انه جبهة مع اسرائيل تتضمن جبهة مع الدول العربية والخليج والفكر العربي. نعم، ولكن اليوم هل لا يزال باستطاعة لبنان الخروج من صراع المحاور؟ نعم. كيف؟ لما كل اللبنانيين بصوت واحد بيطلعوا، مش كلهم، حتى بدي اقول كل المجموعات اللي منها قابلة تكون صريحة وعندها الشجاعة تقولوا، بعتقد البوادر بلشت تبين أكثر، بس كان لازم هاي تحصل من 10 سنين أو من 8 سنين أو على الأقل منذ خروجي من إعلام بعبدة من سنة 2014. ساد الصمت على الجميع، أصبحنا بمقولة أسلاح هلأ مش وقته، صبحنا بمقولة أسلاح قضية إقليمية ودولية. تعظيم قضية إقليمية ودولية، لكن الدول والإقليم بده يعمل شيء، نحن ما عم نطالب فيه. بعدين صبحنا المواضيع الخلافية ما نجيبها على طاولة مجلس الوزراء. تأخرنا كثيرا بهالأثناء، كنا عم نخلق عدوات، والجبهة اللي حكيت عنها إيران مع إسرائيل عمليا صبحت جبهة مع العرب، جبهة لبنان مع الدول العربية وخاصة الدول الخليجية. ويوم اللي بننتهي من الخليج رح ننطلق أكيد إذا ضلينا هيك بجبهة مع باقي الدول العربية. بتقول أنه يعني بالوقت السابق ملف الاستراتيجية الدفاعية فضلت القوى السياسية عدم طرحه، ووصلنا إلى هذا التراكمات وصرنا باللي نحن فيه اليوم. اليوم مع الاختلاف بموازين القوى ومع وجود محور منتصر على محور آخر، هل من الممكن اليوم العودة إلى هذا الملف بظل الاحتقان؟ إذا الشعب أراد الحياة، إذا نحن اللبنانيين أردنا نصحح الوضع فينا نصحح، بس سكوتنا كان جريمة، لأنه اعتبر حزب الله أنه سلاحه هو شرعي، وسياسي المنتهجة اللي هي بتوجه إيراني، بدي أقول بسموه شرقي بس بتوجه إيراني، هي تمادت وصاروا يعتبروا أنه هذا الحق وهذا المزبوط. إذا أرادوا اللبنانيين وبدون قتال عم بقولوا وبدون سلاح، يجب أن نقول لهم بالفم الملآن لا نستطيع. واليوم الاستراتيجية لم تعد كما كنت أتصورها أنا بال 2012. كيف صارت اليوم؟ صارت اليوم برنامج للتخلي عن السلاح، وضع جدول زمني للتخلي عن السلاح، والجدول الزمني يجب أن لا يتجاوز السنة مع نهاية العهد، لأنه لا يمكن أن نبدأ بعهد جديد مع كل هالأحمال اللي موجودة على أكتاف العهد. ونتعلم شغلة الحقيقة، هو الإطار السياسي، كل تفاهم ثنائي سياسي هو ضد الدستور وضد القوانين وضد الأعراف. والتفاهم منبلش من مرم خايل، تفاهم سياسي، وتبين بعدين انه ما اتفقوا على بناء الدولة، انه عشو اتفقوا يعني. تفاهم مع عرب يليه كمان تفاهم سياسي واداري اكتر ما هو مصالحة. كمان بتعتبره ضد الدستور؟ نعم، كل تفاهم لك تحت سقف الدستور والقوانين، تحالفات سياسية انتخابية بيمشي الحال. نعم. بس لكن تفاهمات سياسية ثنائية معناتها في شيء عم يتقاسم بين اثنين. وإجا التفاهم الرئاسي، التسوية الرئاسية اللي هو تفاهم رئاسي بسميه أنا، أيضا كان غير مطابق للدستور، والدليل أنه الثلاث تفاهمات بجوا، يعني ما زبطوا. ليس أنه تفاهم مرم خيل صوريا بعده موجود، ولكن يكرر
التيار الوطني الحر انه نحن ما اتفقنا على بناء الدوله. اذا على شو اتفقنا؟ على شو كان الاتفاق؟ على شو لشو التفاهم كان؟ اذا مصالحه فلتكن مصالحه الى ظروفها، الى شروطها، الى قواعدها. اوروبا الشرقيه مرت فيها، بنعرف كيف نعمل مصالحه بين فريقين او بين طائفتين او بين فريقين سياسيين. لكن التفاهمات السياسية الثنائية هي أخطر شيء على الدستور. نعم، فخامتك بتدعي للدخول إلى عهد جديد مع ترسيم آخر. نعم. أو مع تحديد لسلاح حزب الله تحديدا. نعم. اليوم التيار الوطني الحر بيقول أنه السنوات مقبلة من العهد، لن ينتهي العهد بعد سنة من اليوم. أنا ما بدي ترجم، أنا يعني فهمت لأول وهلة أنه العهد هو بمعنى العهد للبنان او العهد للسياسي اللي هن منتجينا، مش انه العهد استمرار العهد استمرار المركز. لا ما بعتقد هيك. واذا كان هيك يعني يكون انه القضاء على اخر امل موجود في لبنان من بعد ما انهارت تقريبا كل المؤسسات، وتقريبا ما عم نشوف شيء عم بيصمد بوجه الحالة الراهنة. كل يوم نسمع انهيار جديد وجديد من نوعه ومن شكله لم يكن مسبوقا في الماضي. نعم، مع تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي كنت داعم لهذه الحكومة، اليوم برأيك هل يستطيع الرئيس ميقاتي استنهاض هذه الحكومة بعد كل ما جرى ويجري؟ ولا أزال داعم لرئيس ميقاتي لأني أعرف قدرته ووطنيته ونشاطه، لكن أنا قلت مع ذلك يجب أن نتفق على تصويب السياسة اللبنانية الخارجية بادئ زبد، لأنه لا مجال لنهضة الاقتصادية أو للتحسن الاقتصادي بدون تصويب سياستنا الخارجية. يعني بس ما بدي أحكي كتير، بدي أقول عنا يمكن ما بدي أقول 400,000، عنا 200,000. نعم. بالخليج. طيب شو 200,000؟ كم عائلة في بظهرهم؟ كم عائلة في بظهرهم؟ لذلك في كمان مستثمرين اللي ما بيوثقوا بالبلد، اللي بيجوا إن كانوا أجانب أو عرب أو لبنانيين مقيمين أو مغتربين، بدك يوثق الواحد بوضع البلد. ما في ثقة، وهذا يبدأ بتصويب السياسة الخارجية. ونحن لا كيف وقعنا من أول كلام غير مسؤول، وإن صدر عن وزير إعلامي شاطر ومحترف كان لازم يكون، لأنه هيك ما يقول هالكلام. بس هو بيقول أنه هي هيدي قبل، وإذ كان قبل هي موقف، هي موقف من وزير أصبح بالحكومة. وأنا هون بقول أنه يجب على هذا الوزير أن يستقيل. ما بدي فوت بالتفاصيل، كرامة وسيادة والآخرية خبريات نسمعها، ما بدي فوت بالتفاصيل. بدي أقول هو كيف يقبل أن يستمر بحكومة لا تريده؟ ما رئيس حكومة ما بيريده والوزراء ما بيريده. إذن هو كرامته يجب أن تبدأ هنا. بس هل القرار عنده اليوم؟ ما برأيك بيقدر عنده هامش تصرف؟ ما بحاسب عن نوايا. كل إنسان بيقدر لمن بحط مصالحه على جنب بيقدر ياخد الموقف البدوية. كل إنسان، كل مسؤول بيقدر ياخد الموقف البدوية إذا قرر. يعني إذا قال أنا لن أقبل استمرار بهذه الحكومة، مش أنتوا بكون تشيلوني، أنا لن أبقى في هذه الحكومة، كرامتي ما تسمح لي. إذا كان هيك، وإلا الحق على نعم، والحق مع الحكومة ومع رئيس الحكومة، ويقال أن رئيس جمهورية هو مع نفس الموقف لرئيس حكومة. اليوم يحكى عن تسوية معينة تخرج الوزير إرداحي وتقيل قاد التحقيق، مع العلم أنه رئيس ميقاتي قال أنه نحن لن نتدخل، ولكن اليوم إن كان لابد من مخرج لهذه الأزمة اليوم. جريمة. مع جريمة بحق المؤسسات. معلي أنا بدي أقول لك شغلي، من بعد ما تم السيطرة السياسية على الوضع بالبلد بكل النواحي السياسية، يعني رئيسة الجمهورية، وتم أقول سيطرة يمكن كلمة مش حلوة، أنه الحضور السياسي عبر رئيسة الجمهورية وعبر رئيس مجلس النواب وعبر مجلس وزراء
نشعر انه في اراده لامساك المؤسسات انه تعمل هيك. يعني اليوم لما بيقولوا صارت مظاهره ضد القاضي بيطار، انا بستغرب انه حزب الله او الثنائي كمان ايضا انهم يعملوا مظاهره ضد حالهم. مع مين الحكم هلا؟ يعني كيف بدنا نفسر هذه المظاهره لطرد قاضي؟ اذا بفهم الحوادث اللي صارت قبل بالماضي كانت ضد حكم معين بسبعة أيار، ضد قضية، كان في شعور رئاسي، كان في تمركز بساحة. بس هني فخمتك عم يحكوا عن مسار قضائي، يعني هني برأيهم القضاء اليوم مسيس. قطعا مش متروك لأي حدا. طب مين بيكفل لي بكرة؟ مش مسار مصرفي بحطوا إيدهم عليه، ودجا انت شايف وضع المصارف. مش مسار جامعي، مش مسار عسكري وأمني. نحن كل عمرنا نقول الأمن والقضاء متلازمان، ما في أمن بدون قضاء، والقضاء إذا الأمن ما بينفذ له قراراته ما بيعمل شيء. إذا عم نضرب القضاء، طيب مين كان مفكر إنه اليوم القضاء هيك بيصير فيه؟ القضاء اللبناني المحترم واللي منحبه والمنريده، إنه قضاة عم يتشكوا على بعضهم، هذا بيعزل هذا ومجلس قضاء أعلى لا يستطيع أن يأخذ قرار موحد. مين كان يفكر بها؟ ولو مرة وردت بذهننا هذه الأمور يمكن كنا نقول أنه برك القضاء في ضغوط عليه، بس ما كنا بيضل مستقل، بيضل نقول أنه هو رح يتفسخ من جوا. هيدي مظاهرة كانت خطأ استراتيجي بالنسبة لي، مظاهرة ضد القضاء. يسعوا بكل الطرق الدستورية والقانون يغيروا الواقع، إيه، بس مظاهرة حاشدة يدعى إليها بالميكروفونات وبالوسائل الإعلام لإسقاط القاضي أو للضغط على القاضي ليستقيل أو ليقلوا، هذا كان خطأ جسيم. نعم، فخامة الرئيس بمعرض الحديث عن ربما ما يقال من تسييس بموضوع القاضي طارق البيطار وبعمله، يقال أنه يعني شحنة النترات دخلت إلى لبنان في عهدكم، والبعض يقول لماذا لم يتم التواصل أو استدعاء رئيس الجمهورية ميشيل سامان؟ شو بتقول؟ أنا أكون سعيدا إذا استدعيت، لأني بدي أعطي مثيل للجميع أنه إذا مقتل 210 مواطنين لبنانيين وتدمير نصف بيروت الدستور ما عاد هو اللي بيمنع، لأنه بتعرف أنت رئيس الجمهورية بأي جريمة كانت هو بتحاكم بالمجلس الأعلى، يعني أكثر، يعني حصانته أهم من الوزراء. لكن بدي أقول لك شغلي، النترات كانت بالمرفأ اللي من تركت أنا، ونزلت على العنبر، كانت بالماي بالباخرة ونزلت على العنبر من بعد 5 أشهر من مغادرتي الرئاسة. وإذا كانت بالباخرة خطرة طبعا مش موجود، وأنا ما معي خبر كيف، يعني بدي أعرف إنه في نترات مواد هالقد وفيها خطورة انفجار، وهذا نتركه لإيضاح ما يلزم إيضاحه للقاضي إذا بحب يسمع إيضاحات مني حول هذا الموضوع. لا. والواجب على مين وكيف ولماذا؟ ولكن ما وصل لك أي مذكرة رسمية أو أي؟ يعني بيحكوا عن مذكرة بحطوها بالإعلام، أنا ما بفوق عليها، أنا بفوق ما يعني ما شفتها أكيد، وهذا أصلا واللي حطوها بالإعلام لا تعني شيء، لو أنه لا تعني شيء، بس أنا بفوق أكثر على مجلس أعلى الدفاع اللي انعقد ب 18 أيار، يعني قبل 5 أيام من مغادرتي من جيب سيري، وهي المذكرة متورخة ب 16 أيار. أنا ب 18 أيار يوم الأحد عملت مجلس أعلى الدفاع، على الأقل إذا كان في خطورة ومعرفة بهذا الموضوع كان لازم تنحط عن جدول المجلس الأعلى، لم تدرج ولم تناقش وما حدا جاب سيرتها. إذا ما كان حدا شايف خطورتها هالقد هي وبعدها بالماء. لكن بعدين بعد ما فلت كان في قرار قضائي أصلا بحجزها بالماء، أصلا هو كلهم عم بعرفهم هلأ. أنا كان في قرار من القاضي بإبقاء أو بحجزة بالماء. بعدين صار القرار تحول لإفراغ النترات من بعد ما فليت أنا ب5 أشهر. ليس الموضوع ما بيحمل هالقد، كل مسؤول يجب أن يكون له الشرف
أن يذهب إلى القضاء، والتحدي أن يذهب إلى القضاء. نعم، فخامتك اليوم بالحديث عن الذهاب إلى القضاء، رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لم يذهب إلى القضاء للتحقيق معه بأحداث الطيونة عن الرماني، كيف تقيم؟ بالمبدأ العام أنا مع الذهاب للقضاء. هلا ظروف دكتور سمير جعجع ما بعرفها، والموضوع القانوني اللي ترافق مع الادعاء على مجموعة أشخاص وبذات الوقت طلبوا على التحقيق موضوع أيضا قانونيا ملتبس، ولذلك مني قانوني، لكن حسيت أنه في التباس بالموقف القانوني. دائما القضاء يجب أن يعامل الناس بالتساوي، ما بيجيب المرتكب إذا بيعتقدوا مرتكب بيجيب كمان الضحية مع بعضهم، إذا معتبرين أنه في ضحية وفي مرتكب، إذا سمير جعجع مرتكب يجب أن، بس أنا بقول لك هول اللي قتلوا شباب الله يرحم نفسهم، هول ضحايا للسياسة الخاطئة، ومن الظلم أن تسقط شباب ضحايا بهذا الشكل، من الظلم ومن سوء الإدارة السياسية اللي بتبلش برؤسائهم، إن كان الذي قتل أو الذي أطلق النار خوفا على بيته وعلى شارعه وعلى حيه وكرامته. الاثنين في خطأ بإدارة الشأن السياسي، وهذا اللي منقول الحوار الحوار ثم الحوار. بعد فخامة الرئيس الجيش بمن اليوم عن كل هذا الدرك بلبنان؟ الحمد لله الحمد لله، لكن كل شيء له وقت وله نهي، ما فيك تستنفذ مشاعر الجيش ومواقف الأفراد الجيش اللي منتمين لعائلات معينة ومناطق أمن. ما فيك تستنزف جهودهم وعرقهم ومتعايشهم كمان إلى أبد الأبدي، يعني لا هيك ما بصير. أصلا مؤسسات أخرى أقل لا تتعرض لمثل الضغوط اللي بتعرض لها الجيش وقوى الأمن عم تنهار. لذلك يجب الانتباه لهذا الموضوع. بالسؤال الأخير فخامة الرئيس، لو اليوم كنت حضرتك بقصر بعبدة ماذا كنت لتفعل؟ بدي صر على تصويب السياسة الخارجية، قلت لك عنا 3-4 شغلات بدنا نعملهم. السياسة الخارجية، سياستنا الخارجية مميتة، هي مقتل لكل لبناني، وأنا ما بقى كلامي له قيمة، هذا كنت أحكيه من 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 2012، لكن اليوم صبح الكل عم بيحكوا، واللي ما عم بيحكوا بتحسهم عاضين على الجرح وقايلين مزبوط، بس لأنه عندهم أحلاف سياسية. يعني عم تحكي عن تيار الوطن الحر مثلا، واحد منهم وفي غيره كمان، بس أنه ما بدي يعني أنا أحكي عن العالم، بس بحس أنه التيار الوطن الحر أيضا هو مع علام بعبدة، والجلسة اللي صارت ببعبدة بحزيران 25 حزيران 2020، الحوار صحيح، واللي قطعوها معظم الأفريقاء، ورحت أنا حضرتك كنت كواجب، لأني أنا لأني أنا كنت داعي للحوار صحيح، لأنه عندي وديعة هونيك هي علام بعبدة، رحت من أجل ذلك. شعرت أنه التيار الوطني منه بعيد عن طروحاتي، وحتى عم بيقول على الأقل تناقشها، نحن مع مناقشتها، وحسيت أنه الرئيس أيضا كان حابب يفوت بالنقاش، ولكن يمكن الجو العام كان لصالح عدم الاستجابة مع طرحي، لأن طرحت أنه تعوا لنجيب سيرة نحكي عن وين صرنا بالحياد وين صرنا بالاستراتيجية. طبعا الجو كان وحدي، كانت إذا بدك كان فيه يمكن رئيس التكتل الديمقراطي صحيح تيمور بعد أنه كان قريب من موقفي، جاب سيري يعني بكلمته، أما منما الباقي ما كان معي. وحسيت أنه رئيس التيار الوطني الحر قال كمان أنه نحن ما عنا مانع أنه الحوار المقبل، لأن أنا طرحت أنه نلغي الجلسة نوقفها ونعمل حوار ونحط شو لازم نناقش، قال انه نحن مستعدين نناقش بصرف النظر عن رأينا،
بهالقضايا. بس هذا لم يقر، وحضرتك لم رجعت طلعت وحكيت عن لم يقر، وانا لم عن عتب انا يمكن. لا انا لم اوافق على البيان. فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، انا بدي اتشكرك، شكرا لك. لهم نكون وصلنا الى ختام هذه الحلقة وختام البرنامج. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.